خلينا نقول ان رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش اعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات في شهر مايو. نور الشربيني بتتصدر التصنيف العالمي للسيدات بعد سنة من هيمنة نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة على صدارة تصنيف السيدات. نوران نفسها في الحقيقة جت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جت هانيا الحمامي، وكالعادة مصر بتواصل هيمنتها في صدارة التوب 10، وده بالتأكيد وراء مجهود فني وبدني كبير جدا من جانب لاعبتنا. قراءة فنية وافية عن أسباب تربع بناتنا المصريات في صدارة تصنيف سيدات الاسكواش هنستعرضه دلوقتي مع أمنة طرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش، وبيتكلمنا دلوقتي من أمريكا. صباح الخير عليك يا أمنة. صباح الخير استاذ بسام، استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك. يعني احنا عندنا رياضه، يعني ما اعتقدش ان في رياضه تانية فيها نفس الانجاز ده على المستوى الدولي يا استاذه امنه، تتفق معايا ولا تختلفي؟ هي دي الرياضه الوحيده اللي عندنا فيها تصنيف للاعبين او لاعبات على المستوى العالمي بهذا الشكل يكونوا مصريات الجنسيه؟ الحمد لله احنا في السكواش عندنا مصر متصدره في الترتيب العالمي في الناشئين وفي الناشئات وفي الرجال وفي السيدات وفرق السيدات وفرق الرجال، الحمد لله يعني بجميع المراحل السنيه مصر متصدره الترتيب العالمي الحمد لله. يعني طب قبل ما ندخل بقى للتحليل الفني لاسباب تربع سيدات مصر، يعني ايه المعايير اللي بتستند عليها رابطه المحترفين يا استاذه امنه في اختيار صاحبه التصنيف الاعلى؟ هي رابطة المحترفين بيبقى ليها شروط في الأول، إن لازم يكون معدية سن معين اللي هو 15 سنة. بيبتدي اللاعبين يشاركوا في الأول في بطولات صغيرة، يعني الجوائز المالية بتاعتها صغيرة، وبتبقى النقط بتاعت البطولات ديت يعني أكوردنج لحجم البطولة من الجوائز المادية يعني بتاعتها، والنقط اللي كل نقطة بتضاف على الكريدت بتاع اللعيب، وده بيساعد ان يعني بياخدوا الافريج بتاع عدد البطولات والنقط اللي هم كسبوها في البطولات، وعلى الاساس ده بيبتدي بقى التصنيف بيظهر، وكل ما التصنيف بتاع اللعيبه بيتحسن بيقدروا يشاركوا في بطولات اكبر، وكل ما بيشاركوا في بطولات اكبر النقط بتزيد فترتيبهم بيتحسن اكتر، ويبتدوا يحسنوا في الترتيب العالمي. يعني الاول مثلا بيبتدوا من 300 مثلا على العالم، وبعد ما يحرزوا بعض النقاط بيبتدوا يعني يتقدموا في الترتيب بافريج معين، بتبقى قسمه ما بين النقط وعدد البطولات اللي بيلعبوها، وده بيبقى هو اللي متحكم في ترتيب اللاعبين. طب يعني ليه السيدات هم المتفوقات في بطوله السكواش؟ يعني اعتقد ان في 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 منتخب الرجال او في تصنيف الرجال عندنا لاعبين اثنين بس، لكن السيدات احنا عندنا التفوق. احنا في الرجال، لا احنا في الرجال عندنا في من اللاعبين المصريين عندنا خمسه او سته، ما بين خمس لست لاعبين من يعني في التصنيف الاول العشرة على العالم عندنا من خمسه لسته لاعبين مصريين مش اثنين فقط. عندنا علي فرج ومصطفى عسل زي ما قلت في السيدات. عندنا مصطفى عسل وعندنا علي فرج وعندنا طارق مؤمن وعندنا مروان الشربجي وعندنا فارس الدسوقي وان شاء الله ومازن هشام، وان شاء الله كمان يدخل معاهم كريم عبد الجواد. بس في النهايه برضو السيدات اكتر يا استاذه امنه. لا السيدات والرجال زي بعض تقريبا خمسه، ما بين خمسه لسته في التوب 10 بلايرز على العالم. كويس. طيب احنا بنتكلم عن في اسامي كده للسيدات في الحقيقه جامدين جدا جدا من زمان، يعني من فترة كبيرة قوي هم متصدرين. لو بنتكلم على اسم زي نور الشربيني النهاردة بتتصدر التصنيف العالمي بعد هيمنة فضلت مستمرة لأكتر من سنة طبعا لنوران جوهر، فعودة نور مرة أخرى للصدارة شايفها إزاي؟ طبعا هو الموضوع بيحتاج مجهود كبير جدا ومصابرة، لأن الترتيب نور كومباتيتيف كمان قوي في الملعب طبعا، لان اللاعبين عندنا بيلعبوا تحت ضغط جامد جدا، لان هم معروف ان هم الاوائل، فدايما الناس بتبقى متوقعه منهم مكسب، فبيبقى عليهم دايما شمل نفسي جامد جدا في الملعب، ان هم عايزين يثبتوا ان هم قد المسؤوليه دي، فبيبقى محتاج منهم مجهود ذهني وعضلي وعصبي وبدني جامد قوي. طب ايه الفرق بين لاعب
ايه الفرق بين لعب نور ونوران؟ يعني انا حضرت على فكره ماتشات ليهم هما الاثنين، والاثنين عاجبني جدا جدا جدا، لكن انت بوجهه نظرك كمحترفه ايه الفرق ما بين نور ونوران في طريقه لعبهم في الملعب؟ هو ما شاء الله بجد البنات عندنا كل واحده فيهم مميزه بحاجه، سواء نور او نوران او هاني حمامي، هما دول اول ثلاثه على العالم. نور يعني جيمها بيبقى بسيط جدا وسلس وفنياته عاليه قوي، ونوران معتمده على القوه والسرعه، وهانيا مزيج ما بين الاثنين يعني، فكل واحده جيمها مختلف تماما عن الثانيه ومميزه جدا في الجيم بتاعها في طريقه لعبها وادائها في الملعب. يمكن وسائل الاعلام بتقول ان في بعض الرياضات بيسميها الرياضات الشهيده، ان هي مش واخده حقها اعلاميا زي الرياضات الجماعيه زي كره القدم في المقام الاول. براي حضرتك ايه فيما يتعلق بده، وخصوصا انكم عاملين بالفعل يعني طفره؟ لو احنا بصينا لمركز مصر عالميا، احنا يعني يا جماعه على المستوى العالمي احنا جامدين جدا في هذا المجال بالذات. طبعا يعني احنا سكواش من الالعاب المميزه، ممكن تكون اكتر لعبه مميزه في مصر يعني، الحمد لله احنا عندنا ابطال عالميين في كل المراحل السنيه، بس للاسف طبعا مش واخده حقها زي بقيه الالعاب. لكن في الفتره الاخيره لان بدانا نستضيف بطولات كبيره جدا في مصر، 5 بطولات من اكبر البطولات اللي بتقام في السنه في الجدول يعني، البطولات 5 منهم بيقاموا في مصر، فبدأ الإعلام يهتم بيها شوية ويهتم إن هو ينشر البطولات يعني تذاع على الهواء. يعني مثلا زي البطولة اللي احنا فيها دلوقتي في شيكاغو، هو الماتشات متذاعة مع علم إن في فرق توقيت وكل حاجة، وبطولات كتيرة جدا بقت لعب يعني خارج مصر مش بس في مصر، بدأت إن هي تتذاع في قنوات مصرية، بدأ يعني بيساعد شوية في نشر اللعبة، وبرضه ان اللعيبه يبتدوا ياخدوا حقهم شويه من المكافاه النفسيه ليهم. انا عايزه اقول لك ان هم يعني احنا كاعلام احنا النهارده مش بس بنتابع وبندعم، لا كمان احنا بنشجع بناتنا واولادنا طبعا من لعيب الاسكواش اللي مشرفينا، فهم فرضوا نفسهم علينا في حته قد ايه هم شاطرين. فاهمه قصدي؟ يعني هم فعلا متفوقين. انا شفت وحضرت بطولات وعارفه هم مجهود الكبير قوي قوي اللي بيبذلوه والديديكيشن، خليني اقول اللي هم بيقدموه عشان خاطر يفوزوا بالمراكز دي. دي ناس مكرسه حياتها لشغلها وهذه اللعبه. كل شكر ليك يا أمنة طرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسكواش، وكل التوفيق لبناتنا إن شاء الله في البطولات الحالية وفي المستقبل كمان، ويفضلوا متصدرين الصدارة في التوب 10.